اسرار عضله ترايسبس. عضله ترايسبس باخذه ثلثين حجم الايد والثلث في البايسبس، وهي فيها ثلاث رؤوس، راس طويل وراس جانبي وراس متوسط. انا راح اتكلم عن راسين، الراس الجانبي والراس المتوسط. الراس المتوسط مغطي الراس الطويل، فما يبين الا طرف الاخير منها، والراس الجانبي حين مثل ما تشوفه على الجانب. هم كلهم الرؤوس الثلاثه يلتقون في عظم الاولنا مثل ما احنا نشوف الصوره، وكذلك اثنين منهم يلتقون في عظام فوق عظام هيومرس، وواحد الراس الطويل راح نشوفه بعده وين يلتقي. المهم العضله المتوسطه مغطيتها عضله طويله ما تبين جزء منها، وهي عضله احنا نسميها سلو تويتش، اللي هي فيها لياقه وما فيها قوه، يعني يروح تكرار عالي، تكرار عالي. اما العضله الجانبيه فيها فاست تويتش، معناها في قوه بس ما فيها لياقه، روح اوزان ثقيله.